اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أول المسلمين، أعظم خلق الله قدرا، خير الخليقة على الإطلاق، يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، مع أن ذنوبه عليه الصلاة والسلام ليست تعمد المعصية، وإنما خطأ أو نسيان أو فتور عن الذكر أو فعل خلاف الأولى، ومع ذلك يقول اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأما الصديق أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.